ادرس بس اطلعها بصورة وفيديو بس. عن جد مش قادرة اكتب، مش عارفة انه الاقي كلمات اللي تكون كافية انه توصل كل افكاري وكل الاشياء اللي انا بفكر فيها لهون. كثير شغلات بفكر فيها بس ولا مرة قدرت اترجمها لحبر على ورقة. كثير صعب انه تفكر بكثير اشياء مخربطة مع بعض، انه وين انا، شو بعمل، ليش هيك. كثير 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 صعب انه اكتب، افكاري كثير متخربشة وما فيش ولا هي كلمة اللي بتقدر توصف شو انا بفكر وشو انا بعمل. وصعب انه افكر، كثير شغلات جوا قلبي. انا كفاطمة، انا كبني ادمي اللي احيانا بس الصورة والفيديو اللي بتقدر تنقل هذا الاشي. انا مش عارفة شو احكي، انا كثير بحالي سيئة، كثير اشياء بفكر فيها اللي بتوجعني. يا ترى هيك انا مرتاحة؟ مش مرتاحة. انا عن جد مش مرتاحة، لانه ما في شيء، لانه احنا بعالم، احنا بعالم كثير وسخ، كل اشي تغير، كل اشي قاعد بتغير، كل اشي بيصير للأسوأ اغلب الاحيان. ما فيش احترام ولا حتى محبة ولا حتى تفاهم ولا حتى نقاش. انا مش عارفة وين رح نوصل.